هيا سيدي قلت لكم واش مطلعين يجيكم السيدين بدون نخدم لك انا ما سمعتش انا معليش الو يا يا جماعة دخلوا بالواحد من الحمال بيكم يا وزيد صاحب القرارات وصاحب المواقف ويعني هو اسمه معني متعلق مباشرة بالتاريخ، تاريخ الثورة الجزائرية لا ريفوليسيون دو نوفمبر، ثورة نوفمبرية. يعني اليوم هذا اسم ثقيل، والمجاهد العقيد سي أحمد بن شريف يعني اليوم خلانا فرق كبير، واليوم يعني ولكن هي اليوم هذه سنة الحياة. واليوم المجاهدين والرفقاء تاع السلاح والولايه الرابعه والوطن كامل موجودين معنا باش يقاسموا معنا هذا القرح. والعقيد يعني نقول لك صح يعني خلى البصمه تاعو هنا. سيرقد العقيد احمد بن شريف رفقه والديه بمقبره بمنطقه الزميله ببلديه عين معبد شمال الجلفه. العقيد احمد بن شريف الذي قدم الكثير لهذا الوطن وكان مؤسس للدرك الوطني وعضو مجلس الثوره، من رفقاء الرئيس الراحل هواري بومدين. من أمام قبر العقيد أحمد بن شريف، نورين عمارة لقناة الشروق نيوز.